كل سنة وكل أسر المصرية بخير. امبارح اتنظمت الدراسة في حوالي 60,000 مدرسة على مستوى الجمهورية في جميع المدارس الحكومية والخاصة عربي ولغات، وده وفق الجدول الزمني اللي حددته وزارة التربية والتعليم لتنظيم دخول الطلاب في جميع المراحل. محافظة القاهرة جمانة من أكبر المحافظات اللي فيها عدد من الطلاب موزعين على 6087 مدرسة. زميلنا أحمد الحسيني رصد أول يوم دراسة من طبعا دخول الطلاب وتحية العلم والحصة الأولى والتفاصيل دي كلها هنتابعها في التقرير اللي جاي. احنا استعدينا للمدرسة بتهيئة المدرسة بحيث ان يكون مكان مناسب لاستوعاب او استقبال بناتنا الطلبات. عملنا كل الصيانة في كل مجالات المدرسة، وعملنا طبعا تجديدات في حاجات كتيرة جدا. بالنسبة للكثافات، احنا زي ما قلت معاليك احنا نفذنا اوامر السيد الوزير. انا عندي الكثافة قبل كده كانت 84 بنت في الفصل او طالبة في الفصل، احنا وصلنا دلوقتي ل 49، فده حاجة كويسة جدا. العدد الكثافة كان بيمثل عبء على المدرس وبيمثل عبء على الطالب. عام دراسي سعيد ان شاء الله، والنهارده كان اول يوم وقفنا في الطابور الصبح طبعا مع البنات. كان في استعدادات كتيره جدا، لان احنا السنه دي الوزير كان قال قرارات ان احنا لازم نقلل الكثافه في الفصول، وفعلا طبعا بالفعل كل ده تم في كل الفصول، ان العدد يبقى قليل علشان نعمل القرارات اللي اتقالت، وقللنا العدد وظبطنا الديسكات. طبعا مجهود كان كبير جدا الفتره اللي فاتت. أتمنى عام دراسي سعيد لكل أبنائنا الطلبة وبناتنا، عام مكلل بالنجاح إن شاء الله بأمر الله. أنا مسؤول الإذاعة المدرسية في المدرسة. بدأنا الإذاعة المدرسية طبعا بتهنئة للعام الدراسي الجديد للطالبات، متمنين لهم طبعا دوام السعادة وتمني لهم العلم النافع إن شاء الله، حتى يكونوا يعني نافعين لوطنهم بإذن الله تعالى. بحب المدرسة بكل حب، وبعدين ما بحبش الأجازة عشان بشوف صحابي في المدرسة وكده، وبحب المذاكرة وبحب أطلع على طول في الإذاعة المدرسية. بس ساعات بتوتر لما بشوف المنظر من فوق، بس بيبقى حاجة لطيفة إن أنا بسمع صوتي لأصحابي وبفيدهم بالحكم بتاعتي. بحب جدا أطلع الإذاعة، وكمان في الأول بحس الشعور بتاعي إن أنا متوترة، بس في الآخر بحس براحة وفرحانة جدا إن أنا أقدم الإذاعة لمدرستي.